في لي ماتش كي ريست. لي ماتش كي ريست ما طول كل ليزيكيب من في الاول حتى في 16 كتشوف انه البارح ركوز الى غراني لي 3 بوين دوفون لوسيس ولا لا 15 ولا 16. دائما ننتظر على انك تلعب مع اون ايكيب اللي اما اللي بريتون لو تيتر ولا البوديوم ولا تلعب مع اون ايكيب كي فا فير اون سورت اسوفي سو سوفي دو لا ريليغاسيون. هادشي اللي كاين لانه تنقيت من هذا اللي متقرب بزاف. دونك هادو هما لي ماتش اللي جايين ماشي اللي النادي حسن تاكيد ولا الوجده الفروق كامله. يعني اللي كتشوف دابا هذا كتلقى عاود السيمانه الاخرى فيها هذا مباراة اللي هي حارقة لا في الترتيب ولا ما كاينش وسط بينهم. لأن هي كتبقى كتصدق أنت تلعب على البوديوم فتخسر كتصدق أنت في لا زون دو ليغا سي تخي ديفيسيل لأنه راه من 25 بوان ولا داك الشيء راه كاين واحد أكثر من نص ثلثين ديال الفرق راه لعبة باش ما تطيحش ولا بقيت عاود الثلث الآخر غير كيربح كيصدق عاود ديك الفار يبريتون بو جوي لو بوديوم. دونك لي ماتش اللي سو كون دون سات فيزيونومي غادي يكونوا دائما حتى في الدورة 30 يكونوا ماتشات حارقين. حنا فعلا كان مقابله صعيبه نظرا للخصم يقول لكم ونظرا لعناء السفر ونظرا لاننا لعبنا هذه 48 عاد لعبنا وتعرفوا المسافه اللي دير مع هذاك ماشي دونك هاني غادي نقول لكم جميع الفعاليات ديالها المدربه بالستاف التكنيك ديالها ستاف ميديكال بالجماهير ديالهم بالمسؤولين وحنا الحمد لله جو سي اون بريتوندي اون بولي اوتر شوز لانه الفوتبول ستا سبور تو غاني باسكو اتريكي واحد الصفر هنا ولا هنا كان دونك تسجلتيها تكون هضره اخرى كتسجل عليك كتولي هضره اخرى دونك توجور ايتيك.